غرب جبل الزيتون، المكان اللي قبض فيه الجنود على الرب يسوع بعد ما سلموا يهوذا الإسخريوطي. وكمان في منحدر جبل الزيتون موجودة كنيسة السيدة مريم اللي بتحتوي بحسب التقليد على قبرها. جبل الزيتون مذكور 30 مرة في الكتاب المقدس، وهو مهم جداً لأن الرب يسوع صعد إلى السماء من جبل الزيتون، وهناك اليوم على قمة جبل الزيتون كنيسة اسمها كنيسة الصعود اللي بتذكرنا بحدث صعود الرب يسوع المسيح إلى السماء. بعلمنا الكتاب المقدس إنه المسيح في المجيء الثاني رح يرجع كمان لجبل الزيتون. لتحضروا فيديوهات أكتر من عالم فتفوتة اكبسوا هون، ولتشتركوا بالقناة اكبسوا هون.